في العاشر من نوفمبر من عام 1920 ميلاد الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي. تخرج من كلية الحقوق، وببداية مسيرته الفنية عمل بالمحاماة ثم قام بالعمل بمجال الصحافة. أبدع الشرقاوي في كتابة السيناريو للعديد من الأفلام المصرية الهامة، فقد شارك في كتابة أفلام فجر يوم جديد والناصر صلاح الدين، وتعتبر رواية الأرض من أشهر أعماله الإبداعية، وقد تم تجسيدها على شاشات السينما من خلال الفيلم الشهير الذي حمل نفس الاسم، وقام بإخراجه المخرج يوسف شاهين، كما قام الكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي بتأليف عدد من النصوص المسرحية المميزة.